الله الرحمن الرحيم. قفك مسلم كا أهابون الإسلام نمجي سيلا شضا انت أنا وحا شريعة هان علماء ذو خطر المعبطاء عن الشيقين فحان شاعل هنا القضب كفضت المامو حال الله مرصدا فاشا وقبا ذا ندتك مسيح جيس كسود دك توح لغيابا نيترا ضوا قروح ما جرت قاعدة قروح لا يدعو ابن آدم سكوا فوق سيبا مثلا قوة عاد عادي يوروبيا مسكو ندبك قروح ذا بدل لا يكهل وين كفاي نقضان اما براون العيادة يسول ديغان ووضان وضان إني اسمه دوبي سدر أدد قبادر ريرو بكاهي ثلاثنا واحد ترى على كافيقة هنا نويا كادوك علي كافيقة محيدة اللي يجي يدنك كافيقة اللعبة كفاي بي ربطاين اوه كاتو واي براون نقطو ندبك براون كالله يغان كو مدمدوبي واحد ربانين اي عدادان واي سعدهيان لو انا بدنا كيا قروح دو شرته يعني قروح واحد لا يدادو قاعدو اللي سكوا فقسي ما شرته لكن واحد ترى واحد اللي سكوا فقسي والله يدادو جمال الافعال قروحي واقفك الدقل فيه في القضاء إلهي بالو أدو وحبك ما بدلك أختي أبورك الله يسكال سبحانه وتعالى لما دورته ماها واحد دورشة كتيرة واحد دورشة كتيرة ماها لكن واحد دورشة كتيرة واحد ويان وادقنك وادقنك قفك واحد قرح بدنا يا ما واحد فالح ما هي هدو قفك ودقن في عيني قبرك استقو قرح له قرصة دا هدى يدقن حنتهي نف بدنا يالاني سامتشرته ويا أركتد وحمصرته قفك دقن كيوحا كسف لا وحشيغا سدراد دد وحامد كولط لا مركه هره الا فهمه هرت قروح دو حيتي جمال كدبتينا وجمال الافعال وقفك دقن كسف لا ايا اه وحا قروح دبتا قفو انتو دلقادي انتو حليم لي يهي انتو عفو بدن يهي انتو نحريس بدن يهي انتو ددلل دقن بدن يهي دقماتيس قفكو سيدو ايغ يهي با قروح ديسا شيغا لكن وجيغي سيدو يجي وحبدا ما شرط كسوى قدبك كوا هذا رنتي وبعن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء جبرنا صبابها اللي هو جورسدا وقت الماما يرجع وحيابها يدمر كوا جورسدا إنه كم متاعي هم جور دقالة إنه هو أنت الله عكها يستوي سليا دقالة كده أقدوات إنه كم متاعي قروح لقيا أبوي نسليه جبرنا هو قروح بدن تأمد بقاية قروح ضاب بدن أدرك فلقيا أبوي إنه كم متاعي حصد إن الرجال علية القومة، مثلا إذا الرجال كتل مامان أما دقن أما وحلقوس يوشي يجي ترى ما كدقه وما موسى إن كتر سنتي، حال أركبوا نبي قولي إن يتهي الدين وحلو جوسته، طلب بحين نبي قول حكوا بحيي، فطر بذات الدين طريبة يداك بولي، تدين كفي عن يعني تبقن كفي عن جوسته أي نبي وشاي، رجع مركي إلا تلمامي يعني هوانكو ينا والله مترجع. هاي يقرص تانين ونفس الأسباب إن يقرح كرة عضو إن يدون كرة عضو إن يمقع يما مسولية كرة عضو لكن يجنوح نبغي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم ممن ترضون عنه الدين وخلقه رضي دي ما دم من دين تسي أخلاق دي سارة لكتيب فسوجوه نبغي لقوري لنك نوح لقو قيماني ندقى في أخلاق دي نوضة إذا نقهرين وحنرغ لها وروحي وادقن يدين ما همدا كسوا قدبك كوهان قدبك اللبات إلي وحقوط المامي إن أنا بنانين خلق هذا إن لا بدلو إن دقال إسكو قويو إن مدبك اللي بدلو وحسيني ممنوع طي ولذلك باوحي أبو الشيطان قبا لنقى هذا إنو يالي دونا بي فلا يغيرن خلق الله وحي أبو فاري دونا أي كمي دحي ساد راديت ولا مدوا حيلين ما أمانا لكن عندنا كلام مثل هذا كسيت المامو عافمات كذا سيداي كتاعي سمان تمر كات دلاشو دور بلاد كدب دلال كام وضيسا وح حقيقة إن ضبنا طالين كنسر كقول دعو إن دعاد عدة شركة أبو حميل كرواية إن حنو نبضنا مان شركة أبو ميدب كولية والدفاع عن الدفاع مدوني وح هبالة إن يرد بديت inaad ka cala cali doonto waxaad maanta isku dhalaalinaysaa intaynaan isla gaarin diintu waxay ka qabto waxaan leenahay caafimaad ahaan maxay ka sheegeen dadkii waxaan sameeyay
ama kimistisa ahaadaan dhakhaatiir ahaadaan waxa kani maxay ka sheegeen dhammaantood way ka digayaan walidaalik baa wadamada qaarkood waxa ugu badan ee dhulkan la isku mariyay mamnuucda sidooda ka yihin inay soo galaan laakiin waddankeennani ma leh cid wax mamnuucda iyo cid wax reebtaba mid suna iyo mid voysina iyo mid waliba way timaada waa laga yaabaa laba usbuuc inaad caddaato laakiin waxaa la hubaa inaad aada u arag xumaan doonto haddaad sii wato idan qurux dhowr usbuuca oo arag xumi ka dambayso waxa ka roon adoo khilqada alla ku siiyey ilaashada oo iyada nadaafad iyo wixii alla kuugu talagalay ku ilaashada waxaan leenahay markaa dhaqan ahaan kuma fiicna oo diin ahaan kuma wanaagsana oo caafimaad ahaan kuma wanaagsana oo ka saddexaadne waa gishwa khiyaamo waxaanu ahayn qofka muujistaana waa kii nabigu laha wuxuu la mid yahay maxay toob zuura ama waxaan khayr lahayn qof gashaday yani waxa weeyaan waa gish ku jira waxaanad ahayn oo aad dadka isugu tusayso ama guur ha noqdo ama cid ha noqoto waxaan xaqiiqo ahayn oo aad muujinayso ama hadduu yahay waxay gabadhu isku qurxinaysaa wixii alla baneeyey yaan caafimaadkeedana wax yeelaynin ama qasil ha noqdo ama xinna ha noqdo ama dhir kale ha noqdo ama wax la isku nadiifiyo ha noqdo ama shaamba ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdee waxaan khilqada wax ka bedelayn laakiin nadiifinaya hadduu yahay waa wax loo baahan yahay qofka muslimkaana u banaan.